السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتواجدوا اليوم في البير اللي طاح فيه داك السيد في مريت اقليم خنيفره كما كتشاهدوا. جينا قينا البنايه كيسدوا البير. كنشكروا كل الناس اللي ساهمات باش يتسد هذا البير هذا باش ما يبقاش يسبب لينا بحوادث. كما كتشوفوا بان البير كيتواجد في واحد الدار اللي هي مهجوره. هانتوما كما كتشوفوا معنا ها هو البير راه سدوه صوبوه. يلاه يلاه داروا ليه السيم ها يا جور. هانتوما كما كتشاهدوا. كنشكروا كل من ساهم في السدان ديال هاد البير هذا. كنشكروا كل السلطة المحلية اللي قامت بدور جبار باش يتسد هاد البير هذا. كنتمنوا ان شاء الله جميع البيار اللي كاينين في مدينه مريت واللي ما كيتستعملوش يتسدوا. الحمد لله اليوم هاد الصباح هذا تم راه سدوا البير ثم كما كتشوفوا. كنشكروا كل الناس اللي ساهموا. نشكر السلطة المحلية اللي قامت بهذه المبادرة هذه ديال إقفال هذا البير هذا اللي هو كيتواجد في واحد الدار اللي هي مهجورة. كنتمناو إن شاء الله فيما كان شي بير في هذه المنطقة هذا يتسد.